ويا مساء الفل والسعادة على كل مشاهدين قناة صدى البلد، والنهاردة حلقة جديدة من برنامج جو هيلثي. في الفقرة الأولى بنتكلم على أكثر المواضيع يعني انتشارا زي ما انتوا عارفين، وإحنا النهاردة الحقيقة منورنا دكتور قامة علمية عظيمة. هنتكلم على أكثر الأمراض الشائعة عند الأطفال. أحيانا كتير لما أكلم أي واحدة من صحباتي أو أي حد من قرايبي أقول لهم تعالوا نخرج تعالوا ننزل، يقولوا لي لا ده إحنا مثلا ابننا صغير عيان بيعيط طول اليوم إحنا مش عارفين إيه السبب. النهاردة بقى في الفقرة دي أنا جايبة لكم الحل لكل مشاكل الأطفال. الطفل اللي على طول بيبقى حديث الولادة وبيعيط كتير ومش عارفة السبب، ممكن يكون أكل كويس، ممكن يكون يعني مغيراله كل حاجة، ما عندوش مغص مدياله دواء المغص، يعني حاسة ان كل حاجة فيه تمام وبرضه لسه بيعيط. هنعرف ايه السبب اللي يخلي الطفل من حديث الولادة وحتى الاطفال الاكبر شوية ان هم على طول في حالة عياط مستمر وما احناش عارفين السبب. كمان هنتكلم على التغذية السليمة للاطفال، ودايما زي ما احنا بنقول انه كل ما طفلك يتربى ويتغذى كويس في الاول كل ما انت بتعملي باك جراوند حلو لصحته فيما بعد. فهنتكلم على أهمية التغذية السليمة للأطفال مع دكتورنا اللي منورنا النهاردة خيال العيال دكتور هاني عصام استشاري طب الأطفال. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ منور منورنا يا دكتور. منورك. احنا سعداء والله بوجود حضرتك. شكرا. وعايزين نسأل كده في البداية، ايه هي يا دكتور دلوقتي في الفترة الحالية ايه هي أكتر الأمراض المنتشرة للأطفال؟ هي أولا شكرا إن أنا معاكم النهاردة. ميرسي يا دكتور. نورنا. مفيش حد رفع سماعة تليفون، مفيش حد جه كشف، مفيش حد جه بعت رسالة في الأونلاين إلا بكلمة واحدة بس، أنا عيلي سخن. صحيح. بس في كل العيال اليومين دول أو كل الأطفال دور السخونية منتشر. دور السخونية. بنقسم بس السخونية بالنسبة للأطفال باختصار خالص علشان خاطر الأم اللي لسه هتسمع الحلقة وعايزة تسمع كلمتين في السريع كده وتعرف تتعامل معاها. اللي طفلها في اول 28 يوم حست ان الطفل فيه اي ارتفاع في درجة حرارة تنزل المستشفى، لان ده اسمه ميكروب في الدم، فما فيش حاجة اسمها اديله خفض حرارة في البيت او اعمل له كمادات ولا اعمل اي حاجة، ده رقم واحد. حتى لو راحت للدكتور وقال لها ده انت ملبسة العيل ثلاث قطع في الجو الحر وحد قال لك اقفلي المروعة وانت خايفة على البيبي علشان جاي بعد سنة ولا سنتين وانت في الجواز وما خلفتيش، فتلاقيها بتلبس وتلف وقافلة المروحة او عاملاها على الاول وما فيش تكييف شغال والشقة في الدور ال 18 مثلا والشمس بتضرب في كل اتجاه، يبقى ده اول حاجه. لو راحت بالشكوى دي بس بان العيل الطفل سخن في اول 28 يوم لدكتور الاطفال وفك الهدوم وقال لها ابنك كويس وروحي، ده في دكتور شاف. لكن الناس ما تعملش الحركه من نفسها، ماشي هتاخد الخطوه الاساسيه بس ما زالت الحراره شغاله، يبقى ياخدوا بعضهم ويطلعوا على الدكتور. حلو كده؟ تمام. طيب في الست من تاني شهر، من اول الشهر التاني لحد ست شهور، لما تيجي حد يجي يقول لي اصل الطفل سخن، اروح اقول لهم انزلوا برضه على مستشفى. اشمعنى؟ علشان خاطر السخونية في السن ده تساوي التهاب مجرى بول بالنسبة للأطفال، ده رقم واحد. ورقم اتنين اللي احنا ما ينفعش نغفل عنه اللي هو الالتهابات اللي على المخ، والتالتة اللي بتحصل في أغلب العيال الصغيرين من وقت للتاني اللي هو التهابات الأذن الوسطى. يبقى احنا بنأكد على الليلة دي ونحط ما بين قوسين في كلمة كبيرة كده لازم نأكد عليها يا جماعة، خدوا بالكم الحب للعيال الصغيرين ملوش علاقة بإن أنا أحط نفسي في نفس العيل الصغير وانقله هربس. بمعنى طبعًا. اللي هو لا، كل دكاترة الأطفال طالعين يصوتوا يا جماعة حرام عليكم، مش معنى ان انت بتحب عيالك الصغير يبقى لازم تاخده في حضنك ولازم بقك في بقه في اول خمس ست شهور، استنى بس اما يكبر بعد ست شهور دول ولو لسه لك نفس فيه تبص يبقى اعمل اللي انت عايزه. فده بينقل العدوى الفيروسي بالنسبه للاطفال في الست شهور الاولانيين. ولكن الحاجات اللي لا نغفل عنها اللي ممكن تسبب بكى للاطفال متواصل، ان هو ما ياكلش، ما ينامش، ما يريحش مامته، الحراره ما تنزلش، ان هو ما يرضعش، ما ياكلش، صحته تبقى في النازل، التهابات المخ، التهابات الودان، التهاب مجرى البول. فعشان كده برضو لما حد يجي يتكلم ويبعت رساله ويقول يا دكتور انت ما بتجاوبش ليه؟ العيل تعبان، احنا بناكد عليهم طفلك سخن انزل بيه على مستشفى، استبعد الاربع حاجات دول، دكتورك طمنك عليهم خلاص.
ما بعد ذلك الحراره بتيجي بالنسبه للاطفال اللي هو التهاب الحلق، التهاب الفيروسي، التهاب في الودان، التهابات عاديه او حتى كورونا. في حاله النهارده في معرفه محجوزه بالاعراض ما بعد الكورونا، وعيل لسه حوالي مثلا بتاع 9 شهور او 10 شهور وعنده مشكله في القلب بسببها ومحجوز وربنا يشفيه. يعني كده انا قلت اول حاجه هقولها النهارده في الحلقه ان ربنا يشفي مامته كده ويخرج بالسلامه. حراره بقاله اكتر من 7 ايام والحراره ما فكتش خالص، والولد راحت لحوالي 13 دكتور. يا نهار ابيض. وتروح للدكتور الاولاني يطلب تحليل، الثاني يطلب تحليل، والثالث يعمل تشخيص، والرابع يعمل تشخيص، وكلهم صح. يعني كلهم ماشيين ازاي ان انا الابروتش ازاي ان انا اتواصل او افهم الحراره بتاعت الطفل واطلب التحاليل ومفيش حد مقصر. لما وصل في النهايه خالص اللي بعد 7 ايام بس يا جماعه الولد دوت ده اعراض اللي هي مشابهه للكورونا اسمها ميسي، في مشكله على القلب، يلا هنعمل هيتحجز. بياخد حقن غاليه جدا بتاثر على الشرايين التاجيه، بنتابع العيل الصغير لفتره لا تقل مثلا من 3 ل 6 شهور، فربنا يشفي مامته. فدي الحاجات الاساسيه اللي احنا بنأكد عليها اللي هو ايه؟ سخونيه تساوي واحد، ده دي واحد، فك هدوم العيل. 2 مكان جيد للتهويه حتى لو كانت بلكونه، لانه مش كل الناس عندها تكييفات ومش كل الناس كهرباء عندها شغال. رقم 3 حضرتك طبق الميه وقعد العيل فيه. رقم 4 العيل الصغير اللي هو اقل من 5 شهور اللي لسه بيرضع، زود رضاعته سواء كان طبيعي ولا صناعي، مش لازم ان انا اروح اجيب له ميه واديها له دلوقتي. فوق ما فوق ذلك محلول الجفاف من 5 شهور او 6 شهور فما فوق، محلول الجفاف شغال مع حضرتك، زود الرضاعه، زود الشوربه اللي انت بتديها لعيالك، زود الاكل والشرب برضه، زود التهويه، فك الجو حواليه، اخرجوا اتمشوا حوالين البيت، افتحوا مراوح، فتحوا الشبابيك، لان الناس في ناس عندها معتقد بتخاف. فتح المراوح على الاول ويقفلوا الشبابيك ويقول لك احنا خايفين نجيب الميه على دماغ العيل يتشنج مننا. فنبقى قاعدين بنلف حوالين نفسنا بنقول عندك مثلا دايما بقولها كده، عندك حله فيها اكل هايشيط بتعمل حاجه واحده بس، بتشيلها وتحطها في طبق ميه. صح. والثانيه عندك حاجه مثلا زي اناء ومولع، بنعمل حاجتين، بحط في ميه من جوه بحط ميه من بره، الميه اللي من جوه محلول الجفاف والميه اللي من بره اللي هي ميه شاور بانيو او التهويه حواليه. وساعات بقول للناس كمان من غير ما تعمل الزحمه دي، ادي خفض الحراره رقم 1 وما تقلقش هو كده كده هيشتغل حتى لو بعد نص ساعه. 2 ادي السوائل قدر الامكان وهات محلول الجفاف واشتغل. 3 اهتم بالتغذيه الاساسيه بالنسبه للعيل. 4 اظبط التهويه في المجال اللي حوالين الطفل للعيل ومامته، وخد بالك ان الادوار دي كلها معديه بالنسبه للاطفال. انا خلصت لك الكلام في اقل من 2 دقيقة. يعني مش عايزه اقول لحضرتك انت كده جاوبت على كل الاسئله تقريبا، بس خلينا في رقم 3 زي ما حضرتك قلت، التغذيه بتاعه الطفل. عايزين نتكلم شويه على التغذيه السليمه للاطفال. في ناس تقول لك يا دكتور انا مش عارفه ادي طفلي ايه، انا عايزه اخلي طفلي مناعته قويه، عايزه ابني كده زي باك جراوند قوي بحيث ان انا اقوي مناعته لما يكبر ويقدر انه الجهاز المناعي يتصدى لاي مرض. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك التغذيه السليمه لكل الاطفال بقى في كل الاعمار. طيب نقول الموضوع من اوله من هنا واخلصه بسرعه برضه نفس الكلام. يلا التغذيه السليمه للطفل تبدا بمامته من وهي لسه صغيره، من قبل ما تتجوز، من وهي لسه بنوته او هي لسه في البيت وهي لسه في التعليم. ان في حاجه اسمها فطار وغدا وعشاء، ده رقم 1. حلو. رقم 2 اللي بنسميه اللي هو ايه اللي هو الفاست فود، لسه سامع في محاضره دلوقتي اللي هو ايه اللي هو يفطروا باستا ويتغدوا فرايز واخر اليوم ياخدوا بيتزا. الثلاثه دول انت ما خدتش فوائد، انت خدت سعرات فاضيه. ده بالنسبه للام ذات نفسها دهون. ماشي. خدنا دهون واملاح زياده، خدت دهون وملح زياده. الدهون والملح الزياده عرضه لانه يخلي البني ادم سواء كان الام اضطراب هرمونات او مشاكل اللي هي البي سي او او المشاكل بتاعه المبايض بالنسبه لها او مقاومه انسولين، وده تاخير انجاب والكلام ده كله. وبعدها مشاكل التهابات الكبد المزمنه بالنسبه لهم. يحضرني اللي هو الشباب اللي في نفس الفتره بتاعت اللي هو ايه اعدادي وثانوي، فرحوا بمشروبات الطاقه والحاجات اللي فيها سكر والحاجات اللي فيها كولا والكلام ده كله. صحيح. الحاجه دي بتكتر السكريات والسعرات اللي عند البني ادمين، في ناس مدمناها بتخليهم ياخدوا كميات سكر اكتر من اللي جسمهم محتاجه، فالاحتياج ده ذات نفسه بيحمل على الكبد، بيدخلنا في حاجه اسمها كبد دهني. صحيح. فاحنا كده دخلنا في الموضوع ده. صحيح. خلاص. طيب فالاساس بالنسبه للطفل عشان اطلع طفل سليم، الام وهي لسه صغيره، فانا عشان اطلع جيل لازم اخد بالي من الجيل اللي قبل منه، فنبتدي ناخد بالنا من عيالنا وناخد بالنا من اخواتنا وناخد بالنا من نفسنا علشان خاطر احنا الصغيرين ممكن يبقوا بيقلدونا او بيسمعوا كلامنا فيعملوا. صح. خلاص اتفقنا على كده؟ طيب. صحيح. ماما بتبتدي تظبط ان في فطار قبل 10 الصبح. طب احنا بنقوم الساعه 11 بالليل، في ناس بتقوم الساعه 4 العصر وفي ناس بتقوم 8. طيب معلش في الكلمه، احنا بناكد على الاهل، بقول لها لو احنا في رمضان فطار وسحور بتقوميهم غصب؟ تقول لي اقول لهم خلاص يبقى الفطار قومي غصب، الغداء قومي غصب، العشاء كده كده اعمليه.
حد تاني يقول لك تيجي الام تقول لي ايه، طب ما هو انا جوزي بيجي الساعه 9 بالليل او 10 بالليل، في واحده قالت لي بيجي الساعه 1 بالليل فانا بحط الغداء. قلت لها ما عنديش مشكله خالص، انا ممكن اجيب غدا في 10 بس اعملي حسابك ان انت بتظبطي الطبق اللي انت بتاكليه. كل الكلام ده انا لسه بتكلم على اساس الام اللي على اللي فيما بعد هتبقى ام بقى، والطفل الطفل كمان ممكن يقلدها. صحيح. فالطبق بتاعنا ذات نفسه، انت حضرتك اظبطي الدهون الصحيه، اظبطي نشوياتك صح، اظبطي الاكل بتاعك سواء كان مسلوق او مشوي، واظبطي التجهيز بتاعه، ظبطتي الليله دي وظبطتي الخضار واكلتي الشرب واكلتي وشربتي كويس واكلك الى حد ما صحي، والصحي يساوي الطبيخ بتاع جماعه كبار، ما هوش احنا ما بنخترعش. مش هقول ان هو لازم علشان خاطر اقول حد صحي يبقى لازم ان انا اكدره واكله بروكلي وخضار مسلوق اللي هو اكل المستشفيات. لا خالص، احنا في اكل المستشفيات برضه. أيوة. يقعد يقول لك اكل المستشفيات وفي النهايه خلاص ما بياكلهوش. المهم يعني صح. نخش بقى على اللي بعده. طيب انا دلوقتي ماما الحمل بتاعها عدت عدد بيبي السلامه، قامت المفروض ان احنا من مشجعين الرضاعه الطبيعيه، والشهر ده شهر اغسطس. أيوة. هو شهر التشجيع او التوعيه بفوائد الرضاعه الطبيعيه، فبنقول ان الطفل في اول سنتين او اول 1000 يوم اللي هو الحمل والولاده والسنتين ما بعدهم. أيوة. رضاعه طبيعيه وصحه الام في المقام الاول، يبقى ممتاز. دي اللي هو ايه الفيرست 1000 دايز. اوكي خلاص. طيب نقول ان الرضاعه الطبيعيه هي الاساس وهي الاصح وهي ما لهاش بديل، ومفيش حاجه اسمها لبن صناعي ينفع يدخل بديل للام الا اذا كانت الام عندها ظرف. ماشي. انا عارف الكلام ممكن يطول مني، لا هحاول اختصره على طول. فان مفيش بديل للبن الام. ان احنا بندخل اللبن الصناعي زيه زي اي دواء في حاله عجز الام عن انها توفي كامل احتياجات العيل الصغير من اللبن الطبيعي. طيب ولو انا عايز الام توفي الاحتياجات كامله، يبقى لازم ناخد بالنا من الاساس انها بتفطر وتتغدى وتتعشى وصحتها النفسيه لحد ما كويسه وتاكل اللي نفسها فيه. يعني لو جت قالت لي انا عايزه فسيخ وعايزه بتاع، يا ستي ليكي واحده، ما انا ما اقدرش امنعك. بس هي الفكره كلها على بعضها ايه، ما نزودش وما نعكش اكتر من كده. صحيح. خلاص. طيب عايز، طب انا عايز اشرب قهوه يا ستي مره اتنين، تيجي تقول لي طب اصلا انا مدخنه، اصلا ما اعرفش بقعد مع مين بنشرب ايه. طب معلش يعني حاولي تحافظي على نفسك عشان اللي انت بتعمليه مردوده على العيل الصغير، على صحته العقليه والبدنيه والصحيه، وممكن كمان نبتدي ندخل في تخمه وندخل في حاجات اللي هي عدم التركيز وتشتت الانتباه والتوحد بالنسبه للعيال الصغيرين. طيب كملنا الزحمه دي، نيجي نقول الاربع شهور الاولانيين ولا الخمس شهور الاولانيين او حسب التوصيات. ان ما فيش حاجه غير اللبن الطبيعي بس، فتيجي تقول لك فلانه عايزه تدخل ميه، فلانه دخلت ميه وما حصلهاش حاجه، فلانه الثالثه اكلت الزبادي من سن صغير، والكلمه اللي بتتقال لي وانت والدتك ما اكلتش زبادي، تلاقي اكلتني وتعبت لما كبرت. حلو كده. يعني اول اربع او خمس شهور يا دكتور يبقى اللبن الطبيعي بتاع الام. ماشي. ما فيش اي اضافات غير اللبن الصناعي لو كانت الام عندها ظرف. والظرف ده لازم ناخد بالنا في ثلاث حاجات، انها اكلت وشربت كويس، صحتها الى حد ما كويسه، انها بتعرف تظبط وضعيه الرضاعه الطبيعيه، وانها خدت مدرات الالبان بالنسبه لها لفتره لا تقل مثلا عن اسبوع 15 يوم مع متابعه وزن العيل الصغير. تمام. الكلام ده الناس تعيده مره واثنين وثلاثه علشان خاطر هو ده الاساس اللي هيوفر عليهم فيما بعد. رقم واحد ان مفيش البان صناعيه متوفره في السوق كفايه دلوقتي، وممكن تجيب صنف وما تجيبش الثاني، وتيجي المره الجايه تجيب ما تلاقيش، ولما تجيب طفلك ما يرتاحش، ولما تجيبه بعد كده ما يرتاحش تلاقيه سعره غلي عليك. طب ما احنا بنوفر الليله دي، وبقيت بعمل ديل مع الام اقول لها ايه؟ اقول لها علبه اللبن دلوقتي بقت ب 370 مثلا ولا 420. خديهم 500 في الشهر، في 12 شهر ب 3000 جنيه مثلا. حلو. 5 12 بكام؟ 60 6000 جنيه. خدي ال 6000 جنيه خديهم في ايدك ورضاعي العيل طبيعي، وخدي بالك من صحتك، وانزلي اتمشي وهاتي طلبات البيت من الشهر الثالث كانك بتعملي جيم وتعلمي تطلعي سلم، يبقى انت ظبطت جيمك، ظبطت اكلك، ظبطت شرب الميه، ظبطت اللايف ستايل. صحيح. عملنا الزحمه دي، يبقى احنا كده بنقلل معدلات الاصابه بالتخمه بالنسبه للاطفال لما بيبتدوا يعدوا من بعد سنتين او ثلاثه. وبنقول للام ايدك ما تجريش على البطاطس المحمره كل طول اليوم بالليل، وما تدخليش في فكره اللي هو الايموشنال ايتنج، ان هو هاني زعلك ولا خلي العيال وهو بيتكلم على النت راح قايل لك كلمتين فانت زعقتي فرحت متضايقه فرحت جايبه رحت مطلعه الشوكولاته وطلعت البيتزا وطلعت البطاطس المحمره، وبعدين ما عجبتكيش رحت داخله عامله بدور كمان، وتتحججي بانك عاملاها على الفراير وتقولي اصل زيتها قليل. حضرتك دي نشويتها كتير. صحيح. وسعراتها كتير، والسعرات دي تسمى سعرات الفاضيه او سعرات الفارغه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي سعرات مثلا حته الشوكولاتايه 150 سعر، ونص وربع فرخه مثلا ب 150 سعر، انه الافيد؟ طبعا ربع فرخ طبعا. بس فالناس بتروح واخده دي. صحيح. وهم مش فاهمين ان ده الافيد، فهم دول بياخدوا سعرات فاضيه، السعرات الفاضيه دي فيما بعد تتحول لدهون، هي دي اللي بتجيب نفسيتهم وبقيه الصحه في الارض. طيب عيلك الصغير دخلنا في الشهر الخامس او الشهر السادس على حسب ما دكتورك شايف، والعيل ساند راسه كده ساند الى حد ما وعايز ينط على الاكل وعمال يدور، او باباه من النوع المفترز زي حالات انا كده، يلا بينا خلي العيال، قال ايه النهارده احنا عايزين ناكل العيال، ممكن اكل العيل تمر وجبل ومانجا من خمس شهر، ما عنديش مشكله، خضارك فاكهه حبوب، يبقى انت دخلت في الخامس. السادس لحومك ومكسراتك وبقيه البروتين بتاعك لحد الاسماك كمان. وكل حاجه تبقى مسلوقه او انها محطوطه في او في الفرن. في حاجه معينه يا دكتور حضرتك بتمنعها عن الاطفال بعد الخمس شهور؟ هو في الاكل ملح وسكر وعسل هما اللي ممنوعين لحد سنه.
ملح وسكر، ملح وسكر وعسل وعسل يا جماعه ماشي. لحد سنه. والحليب الطبيعي ما حدش يجي يقول لي نظرا للظروف الطبيعيه اللي موجوده عندنا، فاحنا مضطرين ان احنا نجيب يا اما لبن جاموس يا اما بقري يا اما لبن ماعز علشان خاطر نخففه ونديه من 6 شهور. احب اقول لهم ان الكازين اللي موجود فيه بيتعب العيال الصغيرين، بيزود وزنهم بسرعه، بيخليهم عرضه للحساسيه، عرضه للتخمه، عرضه للسكر ده اللي هو النوع الثاني. فلما نيجي نتكلم في ان الزحمه دي، يا جماعه خدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم من عيالكم. انتم ممكن تعيشوا هيلسي باقل مصاريف، الا وهو فطارك وغداك وعشاك، وابعد عن الحاجات المقليه، ابعد عن السكريات الكتير، ارجع لطبيعتك. والكلمه اللي دايما بقولها هو احنا ايام زمان كنا بنفتح الثلاجه نروح نخطف الطماطم ولا نجيب الخيار ونقعد طول النهار عمالين نروح ونيجي عليه، ده هيلسي. لكن احنا دلوقتي العيال تيجي تدور تلاقي ايه؟ تلاقي كيس الشوكولاته وكيس الحلويات وكيس الشيبسات البطاطس وداخله. وبعدين ايه والكلمه اللي حد شاطر كان داخل عليها امبارح فبتقولي قول لباباها مش كل شويه يدخل علينا بكيس الحلويات اللي هو كيس اللي قد كده. فالراجل بيقول لي معلش اصل انا بغيب عليهم، بص الكلمه بغيب عليهم ولما برجع البنت بتوحشني، فانا كنت عايز اجيب لها عشان خاطر اراضيها وكفاية. قلت له يا عم الحاج لما تيجي تكفيها كفايه في 2 كيلو موز، وام العيال قول لها تعالى انا تعالى اما اعزمك عند بتاع دوت عند حاتي ولا اعزمك عند حد. صحيح. العيل الصغير بيقلد في ال5 7 سنين الاولانيين، فلما يبتدي يشوف ماما وبابا ان هما الاثنين بياكلوا في وقت معين يبتدي يقعد في النص، يتحط له الطبق يقلبه، يبتدي يوطي عليه، يبتدي ياخد الحاجه دي. رقم واحد. الاكل بالنسبه للام في السنه الاولانيه عادي خالص. احنا بس بنقول في حاجه مهمه من ضمن الممنوعات، ان المشروم والجمبري والكشريات بنحاول ان احنا نبعد عنهم لحد 9 شهور. حساسيات الاكل دي بتبقى تحت اشراف الدكتور علشان خاطر بيتمنع حاجات عن الطفل وعن مامته اللي هي بترضع طبيعي في اول سنه او سنتين. ناخد بالنا من حاجه كمان، السمنه ما هياش غلط، ولكن الزيوت المهدرجه والحاجات اللي مصدرها نباتي، نباتيه الدهون، هي دي اللي مشكله بالنسبه لنا. واخيرا العيل الصغير عند سن 6 شهور بياكل كل حاجه تم تجربتها يومين او 3 معيار معلقه مره في اليوم فتره بالنهار، ومفيش حاجه اسمها ممنوع. حضرتك وفيت لنا كل اجابات أنا الاسئله أنا هكت. اللي موجوده في السكريبت واللي كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا عايزين يسالوها لحضرتك. حقيقه نورتنا والله يا دكتور بجد، وعلى وعد ان شاء الله من حضرتك بلقاء تاني ان شاء الله في حلقات جديده. ميرسي لحضرتك وشكرا جزيلا. بنشكر طبعا القامه العلميه المتميزه دكتور هاني عصام خال العيال واستشاري طب الاطفال. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل، وعندنا كلام مهم جدا جدا وكمان من مفاجآت. تابعونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي بقى فقرتنا دي فقرة مهمة جدا. قبل ما ابدا اي حاجه، الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه دي ارقام مداخلات البرنامج، تقدروا تكلمونا دلوقتي وتدخلوا معانا على الهواء مباشره، وكمان ارقام الفريق الطبي الخاص بكورس الوان سليم، الكورس رقم 1 في مصر، الكورس اللي هيخلي اي حد بيتفرج علينا دلوقتي وعايز يخس هيخس بال10 وال20 وال30 وال40 وال50 وال60 كيلو في وقت قليل جدا. دايما بقول انه بمناسبه يعني الفقره الاولانيه اللي احنا اتكلمنا فيها على الاطفال، دايما بقول ان السمنه في الاطفال هو امر مهم جدا، لازم قبل ما الطفل يكبر الحق اخسسه بسرعه. لو عندك طفل اكبر من 12 سنه دايما بقول يا جماعه ما تستنوش على اطفالكم، لان المشكله ان السمنه في الاطفال بتستمر لو ما حلتوهاش بتستمر لحد لما الطفل ده يكبر ويبقى شاب، وبعد كده يبقى في فتره المراهقه، وبعد كده يبقى فترة الشباب، وبعد كده بيبدأ في الفترة اللي هي خلاص يعني في الاربعينات والخمسينات، هتفضل السمنة مصاحبة معاه، وده هيخليه أكثر عرضة للإصابة بأمراض السكر، بأمراض الضغط، بأمراض ارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم، كمان أمراض القلب والشرايين التاجية. فكل الحاجات دي سببها أنه أنا لازم أحل مشكلة السمنة عند الأطفال. دايما كمان بقول أنه الأم لما بتيجي تخلف البيت يعني بعد مرحلة بعد الولادة بتزيد في الوزن، ولو عندها طفل من قبل كده عنده سمنة احسن حاجة وعن تجربة ان انتوا الاتنين تخسوا مع بعض. دايما بيبقى لما بيبقى يا جماعة في منافس، يعني انا مثلا وابني او انا وجوزي او انا ومامتي او انا وصاحبتي او انا وجارتي حتى بنخس مع بعض، بتلاقوا النتائج هايلة، لكن بعكس لما اخس لوحدي. فعشان كده دايما بقول يا جماعه لو معاكي منافس او معاكي حد عايز يخس بتدي نتيجه هايله جدا، والوقت ده هو وقت نزول الوزن، الوقت ده في الحر اللي احنا فيه الواحد مش مستني
يستحمل ياكل اي اكل حران، يعني يا دوب بيشرب ميه ساقعه او بيشرب عصاير مثلا فريش ساقعه، دي في حد ذاته بتبقى كده تمام بالنسبه لي، ما ببقاش جعانه. فالوقت ده انسب وقت ان انتوا تنزلوا فيه وتخسوا فيه، بدل ما الشتاء داخل علينا كمان شهر ولا شهرين هتلاقوا الجوع هيبتدي يزيد، هتلاقوا ان انا عايز اكل العدس وعايز اكل الحاجات السخنه ومحشي الكرنب ومش عارف ايه الحاجات اللي بتزود في الوزن. فالحقوا خسوا من دلوقتي. في حاجة بقى مهمة عايزة أكلمكم عليها، الطفل يا جماعة اللي هو من سن 12 سنة بيبقى عنده مشكلة إنه أنا وزني زايد أو عنده زيادة في الوزن وأنت عايزة تخسسيه. بصوا بقى عن تجربة، عن تجربة، عن تجربة، إنه الطفل لما تحرميه من الأكل وتخسسيه بالعافية وعمره ما هيخس. شوفي لو من هنا لحد 3-4 سنين قدام فضلتي تحرميه من الأكل مش هيخس ابدا. ليه؟ لان انا لقيت ان الناس اللي بتحرم ولادها من الاكل بلاقي يا جماعه للاسف يعني بلاقي ان الولاد بياكلوا من ورا اهليهم، بيطلبوا حاجات من ورا اهليهم. في واحده كانت بتخبي الاكل تحت السرير، تجيب الحلويات وبتاع، فاللي هو زي ما بنقول الممنوع مرغوب. طب ايه الحل هنا يا دكتوره؟ انت كده قفلت لنا الدنيا، يعني كده مش هنخسس ولادنا؟ لا هتخسسوهم، بس اهم حاجه رقم واحد معايا مش ان انا امنعه من الاكل، اسد معاه الشهيه. دي الحاله الوحيده اللي الطفل فيها هيخس معاكي وهيجيب نتيجه حلوه جدا. بعكس احنا الكبار، احنا الكبار ممكن تستحملي شويه انك تحرمي نفسك من الاكل، عندك مناسبه مثلا كمان يومين ثلاثه، طب انا عايزه اخس، طب ايه احرم نفسي؟ هي انت فاهمه انت هتحرمي نفسك عشان توصلي لوزن معين انت عايزاه. الطفل مش فاهم، الطفل شايف ان انت بتحرمي نفسك من الاكل علشان انت للاسف مش عايزاه ياكل مثلا، فبيعند معاكي. فاحنا عشان كده لازم خسسوا يا جماعه بمنتهى الامان، بمنتهى الصحه، بكورس الوان سليم، الكورس رقم واحد في مصر اللي حتى بينفع مع الاطفال. يعني في ناس تقول لك لا ده الكورسات والحاجات دي، انا بقول لكم بينفع مع الاطفال بشهاده وزاره الصحه المصريه. الشهاده هتنزل قدام حضراتكم على الشاشه، تصريح وزاره الصحه المصريه لكورس الوان سليم بختم النسر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. كورس الوان سليم كله مواد طبيعيه 100% 100% مواد طبيعية، عشان كده بقول الأطفال من سن 12 سنة بتستخدمه، كمان كبار السن، الناس اللي عندها ضغط، الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها مقاومة إنسولين، الناس اللي عندها أمراض العظم، أي مرض لا يتعارض إطلاقًا مع كورس الوان سليم. طب كورس الوان سليم هينزلنا قد إيه في الوزن؟ هينزل أي حد بيتفرج عليا في الوزن من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد مع الكورس المكثف. طب الكورس المكثف مختلف عن الكورس الثلاث شهور؟ الكورس المكثف عبارة عن 6 منتجات هيوصلوا لحضراتكم على لحد باب البيت مجانا. انا بدي هنا الكورس المكثف للناس اللي هي عايزه تنزل بسرعه، اللي هو مسميه كورس الانقاذ السريع، الناس اللي عندها مناسبه، الناس اللي عايزه تلحق تخس في فصلين شهرين الصيف قبل الشتاء، الناس اللي هي العرايس الحلوين اللي بيتجوزوا، او لو عندك مثلا مقابله شغل عايزه تروحي خس حبه حلوين على طول من غير كلام ومن غير ما نتكلم ونقعد نرغي كتير. الكورس المكثف ده للناس اللي عايزه تخس بسرعه. طيب الكورس المكثف النهارده عليه مفاجاه هايله، عليه خصم النهارده 60%، 60% يا جماعه لاول 100 متصل هيطلب الكورس المكثف من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. بيوصلكم كام منتج؟ 6 منتجات. 6 منتجات ايه هما؟ بناخد علبه من الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء، علبتين من الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء، بتاخدوا علبتين، وعلبه من الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء، وكمان دول بخصم 60%، وكمان بديكوا 4 هدايا. اول هديه معانا كريم شد الترهلات، تاني هديه معانا فيتامين د اللي هو الفيتامين، علبه الفيتامين، تالت هديه معانا الشحن والتوصيل النهارده مجانا لاي مكان في مصر، ورابع هديه ان هيكون معاكم متابعه مجانيه مع الدكاتره مره كل اسبوع مجانا. طيب الكورس المكثف هينزلني قد ايه في الوزن؟ من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد. طيب في معايا كورس الثلاث شهور، ده بينزل في الوزن من 10 ل 15 كيلو في الشهر الواحد، ده للناس اللي هي عايزه تنزل ايه؟
بتتكلم مثلا في 30 كيلو ولا حاجه، هتاخدي الكورس اللي عليه خصم 50% اللي هو كورس الثلاث شهور، هتنزلي في الثلاث شهور حوالي 30 كيلو. طيب الكورس الثلاث شهور عباره عن ايه؟ عباره عن علبه من الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء، علبه من الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء، وعلبه من الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء. يعني بتاخدوا علبه حمراء وبيضاء وخضراء وبخصم 50%، وبتاخدوا كمان اربع هدايا: كريم شد الترهلات، كبسولات الفيتامين، وثالث هديه متابعه مجانيه مع الدكاتره مره كل اسبوع مجانا، وكمان الشحن والتوصيل النهارده لاي مكان في مصر مجانا. طب يعني ايه متابعه مع الدكاتره يا جماعه؟ المتابعه مع الدكاتره معناها ان انت طول فتره الكورس الثلاث شهور الدكاتره بتتصل بيكي مره في الاسبوع تتابع معاكي نزلتي قد ايه في الاسبوع، خسيتي قد ايه، في عندك اي سؤال بيتابعوا معاكي، لو محتاجه اي سؤال طبعا بيردوا عليكي. فالمتابعه بتكون طول فتره الكورس، بمجرد ما الكورس بيخلص خلاص كده ايه انت بتبقي وصلتي للوزن المثالي، وبتقولي كمان للدكاتره ما تكلموناش تاني خلاص. عايزه اقول لكم ان الناس كتير قوي، يمكن 99% من الدكاتره 99% من الناس اللي خست معانا تقول لك انا وصلت للوزن المثالي وخسيت، انا مش عايزه حد من الدكاتره يكلمني ان انا خلاص انا كده مش عايزه افتكر ايام زمان، ايام لما كان عندي زياده في الوزن 30 40 50 كيلو، انا كده بقيت موديل وبقيت حلوه كده في نفسي، مش عايزه حد يفكرني بالايام القديمه. طبعا الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه دي ارقام مداخلات البرنامج، وكمان ارقام الفريق الطبي، اي حد عايز يكلمنا يكلمنا من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. نفس الارقام عليها واتساب، تقدروا كمان تبعتوا على الواتساب لنفس الارقام. وطبعا صفحات البرنامج، صفحه جو هيلثي وصفحه وان دايت وصفحه دايت لايف. طيب عايزه برضو اقول لحضراتكم ان في عندنا عرض كورس الشهرين، ده بيكون فيه كبسولات الوان سليم مع كبسولات الوان فيت، ده بيفضل معاكي لمده شهرين عليه خصم 40%، ومعانا هديتين: كريم شد الترهلات مع الفيتامين، وكورس الشهر معانا عباره عن كبسولات الوان سليم بخصم 30%، ومعاكم الكبسولات كمان هديه. طب خلوني بقى اكلمكم كده على كورس الوان سليم من الناحية الطبية، بس هحاول أبسط الأمور خالص عشان كل الناس اللي معانا تفهم. طبعا يا جماعة أنا بحب آجي بالمنتجات، اللي قدامكم ده هو كورس المكثف، الكورس اللي هيخسس أي حد بيتفرج علينا دلوقتي من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد. طب معنى كده الكورس المكثف ده بيفضل معايا قد إيه؟ بيفضل معايا يا جماعة 3 شهور متواصلة، 3 شهور مع بعض، بتنزلوا في الثلاث شهور، يعني نتيجة خسسانكم في الثلاث شهور مع الكورس المكثف أقل حاجة خالص أنا بتكلم في 40 كيلو أقل حاجة. طيب إيه هي بقى المنتجات اللي موجودة في الكورس المكثف اللي بتخسسني 40 كيلو؟ أول حاجة هتكلم عليها معاكم هي كبسولات الوان سليم اللي هي العلبة البيضاء اللي أنتوا شايفينها دي. العلبة البيضاء دي يا جماعة سحر، سحر في التخسيس ونزول الوزن. عبارة عن إيه يا جماعة؟ عبارة عن أربع مكونات، الأربعة بيقدروا إن هم ينزلوكي في الوزن بشكل ساحر، ومش بس كده، لا ده كمان بيخلوا إن أنت تاكلي كل الأكل اللي نفسك فيه من غير ما تزيدي في الوزن. إيه المادة اللي بتعمل كده؟ مادة اسمها الشيتوزان أو بذور نبات القطونة. الشيتوزان ده يا جماعة مادة ساحرة، أنا عايزة أقول لكم إن في أدوية موجودة دلوقتي في الصيدليات قايمة بس على الشيتوزان، الشيتوزان بس في الدواء ده هو اللي بيخسس بال 10 كيلو. طب انا عندي حاجه تانية غير الشيتوزان ده، انا عندي ثلاث مكونات تانيين، عندي الشيتوزان رقم واحد، عندي مستخلص الشاي الاخضر رقم اتنين، كل ده موجوده في علبه الوان سليم، عندي مستخلص القهوه الخضراء رقم ثلاثه، عندي ماده اسمها سي ال اي او الكونجوجيتد لينوليك اسيد دي رقم اربعه، ده غير الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده اللي موجوده في كبسولات الوان سليم كمان اللي بتحافظ على صحه الشعر وكمان صحه البشره. يبقى انا في كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه دي يا جماعه انا بخس رقم واحد، بسد معايا الشهيه رقم اتنين، بزود معايا معدل الحرق رقم ثلاثه، بحافظ على صحه شعري رقم اربعه، بحافظ على جمال ونضاره وشي او البشره دي رقم خمسه. فخمس حاجات في عين العدو كده زي ما بنقول. طيب عايزه برضو اقول لكم ان كبسولات الوان سليم بناخدها امتى؟ هتاخدوها كبسوله قبل الفطار بنص ساعة ونشرب وراها كوبايتين مية.
هتصحي كده بعد 8 ساعات نوم مثلا او 6 ساعات نوم، هنصحى كده نقول صباح الخير لنفسنا، نتوضى ونصلي. اول حاجه تعمليها تفتحي العلبه دي، هوريكم برده شكل الكبسوله. هتفتحي العلبه دي كده، طبعا هتجيلك العلبه متبرشمه، ده يدل على انه اول ايد تلمسها هو انت. هتفتحي البرشمه بتاعه العلبه وتبتدي تاخدي القرص اللي هو ده، اللي هو نصه ابيض ونصه احمر. انا برضو بحب دايما اجيب المنتجات معايا عشان تشوفوها. هي دي اللي قدامي دي، هي اللي هتخسسكم، هي اللي هتجيلكم لحد باب البيت. احنا ما يعني ما فيش حاجه بتجيلكم مختلفه. هي دي كبسولات الايه الوان سليم. طيب عايزه برضو اقول لكم على حاجه مهمه جدا. انا خدت كبسوله الوان سليم وشربت وراها كوبايتين ميه قبل الفطار، هستنى نص ساعه تمام، وبعد النص ساعة يا جماعة أبدأ أعمل إيه بقى؟ أبتدي آكل اللي أنا نفسي فيه أو اللي أنا باكله. طيب سؤال، وناس كتير قوي بعد ما تاخد كبسولات الوان سليم تبعت لي على طول في ساعتها تقول لي يا دكتور حنان أنا طلبت الكورس امبارح، صحيت النهاردة، خدت الوان سليم قبل الفطار، أنا خايفة على نفسي. أقول لها ليه يا ست الكل؟ تقول لي عشان أنا متعودة إن أنا كل يوم الصبح باكل رغيف كامل، خدت كبسولات الوان سليم لقيت نفسي كلت نص رغيف وشبعت، انا خايفه على نفسي. هنا يا جماعه بقول لكم ده طبيعي جدا، انا قلت لكم ان كبسولات الوان سليم بتسد الشهيه، فطبيعي ان انت هتاخدي الكبسوله هتلاقي نفسك كنت متعوده تاكلي رغيف، بعد الكبسوله هيبقوا نص رغيف وشبعتي. كنت متعوده تاكلي رغيفين هتاكلي رغيف نص الكميه على طول، هتاكلي رغيف وشبعتي، فده امر طبيعي. فعشان ما نقعدش بقى نقول نفس الكلام لكل الناس، فاي حد هيوصل له كورس الوان سليم هتاخدي كبسولات الوان سليم الصبح قبل الفطار، مليون في الميه اكلتك هتقل. الاكل بتاعك لما يقل معناها انك هتخسي على طول، عشان كده بتنزلي معانا في الاسبوع مع كبسولات الوان سليم بالاربعه والخمسه كيلو، لان انت اوريدي اكلتي قللتي نسبه الاكل بتاعتك او قللتي كميه الاكل اللي انت متعوده عليها، فبالتالي بتخسي. طيب في حاجه مهمه قوي، كبسولات الوان سليم يا جماعه زي ما قلت لكم بناخدها قبل الفطار بنص ساعه، ومهم اشرب وراها كوبايتين ميه عشان اخلي المكونات بتاعتها تشتغل وتبتدي تخسي على طول بسهوله معانا. طيب تاني حاجة هكلمكم عليها وهي كبسولات الوان فيت اللي هي العلبة الحمراء. الوان فيت دي تحفة يا جماعة، ساحرة، سحر في حرق الدهون اللي موجودة في جسمك دلوقتي. يبقى انت كده اتعودتي ان كبسولات الوان سليم بتسد معاكي الشهية وبتشتغل على الدهون بتاعت الاكلة اللي انت هتاكليها، ان مش هتخلي الجسم يمتصها فتاكلي كل اللي نفسك فيه من غير ما تزيدي في الوزن. بس كبسولات الوان فيت بقى بتشتغل على الدهون اللي عندك دلوقتي، اللي هي العلبة الحمراء دي يا جماعة. الدهون اللي عندك دلوقتي، يعني اي حد بيتفرج علينا دلوقتي يبص كده على نفسه في المراية هيلاقي عندي دهون في منطقة الدراعات، عندي كرش، عندي دراعات، عندي ارداف، عندي سمانة الرجل فيها دهون، عندي تانيات الظهر. اي حد عنده دهون دلوقتي وعايز يخسسها على طول كبسولات الوان فيت اللي هي العلبة الحمراء. عشان كده احنا عاملين منها 2 في الكورس المكثف اللي قلت لكم بينزل في الوزن من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد. عرفتوا بقى ان الكورس المكثف ليه بينزل بشكل اكبر في الوزن عن الكورس العادي بتاع الثلاث شهور؟ عشان في علبتين من الوان فيت اهي، هتيجي قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه علبتين، وقلت لكم ان الوان فيت ده بيشتغل على الدهون اللي موجوده دلوقتي في جسمك، فهيخسس لك الكرش، هيخسس لك الارداف، هيخسس تانيات الظهر، هيخسس اللغده، هيخسس سمانه الرجل، كل الايه الدهون اللي موجوده عندك. طيب كبسولات الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء دي عباره زي ما قلت لكم على بتفتت الدهون، بتكسر الدهون تماما، اي حد عنده دهون هتكسرها تماما وتخرجها بره الجسم فتخسي معاه. كمان كبسولات الوان فيت فيها ميزه مهمه قوي انها بتسد الشهيه، عشان فيها حاجه اسمها السيليوم هاسك او قشور السيليوم، الياف قشور السيليوم. الياف قشور السيليوم دي بتملى يا جماعه وتاخد حيز كبير في المعده، فتبتدي ان هي ايه تاخد حيز كبير في المعده فتبتدي تسد معاكي الشهيه فما تاكليش كتير، فبالتالي بتخسي. يبقى انا بكسر الدهون اللي موجوده دلوقتي في جسمي، وكمان بتسد معايا الشهيه للاكل الجديد اللي انا هاكله، فهخس كده كده ما فيهاش كلام. معانا مين يا جماعه؟ ام محمد. ازيك يا ام محمد؟ دكتور حنان الحمد لله. اخبارك عمي. ايه كله كويس؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. بتكلمينا من محافظه ايه يا ام محمد؟ القليوبيه حضرتك. القليوبيه اجدع ناس واجمل ناس.
اتفضلي. انا خدت كورس حضرتك بقالي شهرين واربع خمس ايام كده. فرحينا 23 كيلو. فرحينا بقى يا ام محمد. 23 كيلو في شهرين؟ واربع خمس ايام. واربع خمس ايام، يا سلام، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا ام محمد؟ يعني هنسقف لك، هنعمل ايه؟ طب انا مش لاقي، مش انت مش معايا عشان ابوسك اشجعك يعني. حبيبتي يا ام محمد، قولي لنا بقى، لما خسيتي ال 23 كيلو مع كورس الوان سليم، كان في اي مشاكل ظهرت لك؟ حسيتي شعرك بيقع؟ لا. وشك اترهل؟ لا ولا اي حاجه. طب الحمد لله يا ام محمد. مين اللي كان بيتابع معاكي من الدكاتره؟ الدكتورة جهاد والدكتورة فاطمة. طبعا من اشطر الدكاترة، تلاقي دلوقتي كل التليفونات عايزة الدكتورة جهاد والدكتورة فاطمة عشان يخسسوهم 23 كيلو في اقل من 3 شهور ولا شهرين وشوية. طب قولي لنا يا ام محمد، عايزه اسالك بقى، في ناس تقول لك طب ده انت خسيتي 23 كيلو نزلتيهم يا ام محمد، هل منعتي نفسك عن اي اكل؟ لا ولا اي حاجه، باكل عادي. طب الحمد لله، يعني بتاكلي كل الاكل بكميات اقل؟ ايوه حضرتك. طب الحمد لله يا ام محمد، الحمد لله، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا. عندك اي سؤال او استفسار يا ام محمد؟ لا شكرا دكتور حنان. ميرسي قوي، شكرا لحضرتك، نورتينا، شكرا. طيب عايزه برضو اقول لحضراتكم انه اي يا جماعه، عشان بس في قبل ما اخد الكلام في المكونات وانسى، كل الدكاتره اللي في الفريق الطبي شاطرين، عشان بترجعوا تبعتولي وتكلموني، طب قولي لنا اسم دكتور اشطر دكتور في كلهم شاطرين، ومش عايزه انسى حد، دكتوره جهاد، دكتوره فاطمه، دكتوره نهى، دكتوره ميرنا، دكتوره كريستين، دكتور طارق، دكتور ايمن، كل الدكاتره بلا استثناء كلهم احسن من بعض، وواخدين كورسات ودبلومات في مجال التغذية العلاجية يمكن اشطر مني انا كمان شخصيا. فيا جماعة كلموهم وهم ثقة وواخدين كورسات وواخدين دبلومات دارسين، دي اهم شيء. فعشان كده ما تقلقوش خالص، الدكاترة كلهم اشطر من بعض، فمحدش يكلمني يقولي رشحي لي دكتور معينة اخس معاه. فكل الدكاترة انت بتخسوا معاهم يا جماعة بمكالمة تليفون، مفيش اسهل من كده، ده انت ما عندكيش حجة على فكرة، يعني الناس يا جماعة اللي هي ممكن تقولي ايه، طب يا دكتورة حنان احنا في عندنا مشكلة انه احنا بنكسل نخس، او اسمها ايه زي ما بنقول كده، مش نكسل نخس، اللي هو يعني احنا نفسنا نخس ومش عارفين. فدلوقتي بتهيألي مفيش اسهل ولا ابسط ان انتوا تقدروا تخسوا بمكالمه تليفون يا جماعه، ده انتوا مالكمش حجه، مكالمه تليفون تقدر تخسسكم بمكالمه تليفون. طيب بتنزلوا مع كورس الوان سليم قد ايه؟ بننزل مع كورس الوان سليم من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد. طبعا في ناس تقول لي طب انا مكالمه التليفون وهكلم الدكاتره يخسسوني بالتليفون، طيب الكورس ده انا معيش فلوس اجيب الكورس. فهنا بقى بنقول لكم ان احنا عاملين احلى عروض عشان كل الناس تقدر تجيب كورس الوان سليم بمنتهى السهوله. كورس الوان سليم بعد الخصم يا جماعه بقى في متناول الجميع، الجميع اي حد هيقدر يجيب كورس الوان سليم. كورس الوان سليم الكورس المكثف عليه النهارده خصم 60% يا جماعه، 60% هيوصلكوا ست منتجات لحد باب البيت، مالكيش حجه. لسه والده وزدتي في الوزن هتخسي معانا، بتاكلي كتير وزدتي في الوزن هتخسي معانا، بتمر في فتره مود مش حلوه، لقيتي نفسك بتاكلي كتير وعندك اكتئاب هتخسي معانا. كل الناس اللي عندها زياده في الوزن هتقدر تنزل معانا يا جماعه بمنتهى السهوله. طيب عايزه برضو اقول لحضراتكم على حاجه، انا كلمتكم على الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء دي اللي بتقدر تنسف الدهون اللي موجوده عندكم دلوقتي، عشان كده جايبه لكم منها علبتين في الكورس المكثف. طيب تعالوا نتكلم كمان في الوان فيت، في مكون مهم قوي اسمه اللي هي العلبه الحمراء، اسمه جارسينيا كامبوجيا. الجارسينيا كامبوجيا يا جماعه من اكتر الحاجات اللي بتكسر الدهون، نبات طبيعي 100% بيكسر الدهون اللي موجوده في جسم الشخص اللي عايز يخس. فالكبسوله اول ما بتنزل المعده بيخرج الجارسينيا كامبوجيا، نبات الجارسينيا كامبوجيا، يروح ناحيه الاماكن اللي فيها دهون عشان يروح يكسرها ويخرجها بره الجسم، من غير بقى ما تعملي رياضه، ومن غير ما تحرمي نفسك من الاكل، ومن غير ما اتحرك، ومن غير ما امشي، ومن غير ما اقول لا انا مش هاكل رز ومكرونه، لا انا هقطع حلويات، لا
هو بيعمل كده بانك بس بتاخدي كبسوله فقط لا غير. طيب كمان الجارسينيا كامبوش يا جماعه حلوه قوي، ده نبات حلو قوي في صحه شعرنا، مفيد قوي للشعر، بينعم الشعر وبيمنع التساقط. كمان في كبسولات الوان فيت بيبقى فيه ماده اسمها ال كارنيتين، والناس اللي بتلعب رياضه عارفه ان ال كارنيتين من الحاجات اللي بتزود الحرق جدا، حتى بيعملوها كبسولات لوحدها بتاخدوها قبل التمرين عشان تعلي معانا الحرق ويخسسهم بسرعه. فالال كارنيتين موجود برده في كبسولات الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء اللي مدياكم منها في العرض علبتين. كمان في الوان فيت بيبقى فيه الاسكوربيك اسيد اللي هو الفيتامين سي، بيبقى عندي فيتامين بي بكل انواعه ب1 وب6 وب12، فكل ده مفيد جدا لبشرتي وللعظم، فيتامين بي حلو قوي كمان للعظم. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى يا جماعه الكبسولات الوان بيرفكت اللي هي رقم 4 اللي موجوده عندي في الكورس المكثف اللي هي العلبه الخضراء اللي هي دي. كبسولات الوان بيرفكت انا بسميها الصيدليه المتنقله، يعني ايه صيدليه متنقله؟ بتاخدي كبسوله من كبسولات الوان بيرفكت، مش بس بتخسس، مش بس بتسد معايا الشهيه، مش بس بتعلي معايا الحرق، لا كمان بتحافظ على صحه الشعر، بتحافظ على صحه العظم ودي نقطة مهمة قوي، وبتحافظ على صحة الجهاز الهضمي. أوقات كتيرة ناس تقولي ده أنا عندي حموضة، أنا عندي عسر هضم، أنا عندي مشاكل في المعدة، أنا عندي جرثومة المعدة. كبسولات الوان بيرفكت تقدر تعالج مشاكل الجهاز الهضمي. كمان بتدي نضارة وحيوية للوش عشان فيها كولاجين. كمان بتدي كبسولات الوان بيرفكت تحفة بقى للناس اللي عايزة تقوي المناعة بتاعتها، لأن أنا عندي فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة كلها في كبسولات الوان بيرفكت. كمان كبسولات الوان بيرفكت فيها فيتامين سي وفيتامين بي وفيتامين اي، وده مفيد جدا للشعر كمان وللوش. مهمه قوي في كبسولات الوان بيرفكت ماده مهمه قوي اسمها الكونجاك روت او نبات الكونجاك، ده نبات ياباني. عشان كده تلاقوا اليابانيين رفيعين، اليابانيين شعرهم حلو وشهم حلو، ليه؟ عشان بيستخدموا الكونجاك روت اللي موجود عندي في كبسولات الوان بيرفكت في كل شيء. بيستخدموها في الاكل، بيستخدموها في الماسكات، بيستخدموها في ماسكات الشعر وماسكات الوش، بيستخدموها ككبسولات. انا هنا جايباها ككبسولات معاكم عشان تعمل كل حاجه، تخسس وتحسن من صحه شعركم، تحسن من صحه بشرتكم، وكمان زي ما قلت لكم بتقوي الجهاز المناعي وتعلي معانا من اداء الجهاز الهضمي. وكمان الناس اللي عندها مشاكل في العظم تحفه يا جماعه برده كبسولات الوان بيرفكت عشان فيتامين ب. كمان مهمة للناس اللي عندها المود تقلب المزاج، أو المود عندها أبقى شوية فرحانة وبعد نص ساعة تلاقيني مودي قلب. الناس اللي هي داخلة في بداية الاكتئاب تحفة الوان بيرفكت. ليه؟ عشان الكونجاك روت في مواد بتحسن المود، ودي مواد طبيعية 100%. زي إيه؟ هقولك زي إيه. زي الشوكولاتة مثلا. مثلا مش انت لما بتاكلي حته شوكولاته بتحسي ان انت مبسوطه كده، بيجيلك كده ايه، بتحسن المود، نفسها بالظبط موجوده في الكونجاك روت بس من غير ما تتخني. كمان زي القهوه، الناس اللي بتحب القهوه مجرد ريحه القهوه لما بتشميها بترفع معاكي كده المود، نفس الحاجه موجوده في كبسولات الوان بيرفكت. طيب الوان بيرفكت دي بناخدها يا جماعه في الشهر الثالث، بتاخدوا الوان بيرفكت في الشهر الثالث، بناخد الكبسوله قبل الفطار بنص ساعه ونشرب وراها كوبايتين ميه. ايه رايكم نشوف صور لحالتنا اللي خست مع كورس الوان سليم، الكورس رقم 1 في مصر، الكورس اللي ملوش منافس. يعني شوفوا انا بقالي قد ايه في مجال التغذيه العلاجيه، بقالي سنين بطل عليكم على الشاشه وطبعا بفرحكم، فبقالي سنين معاكم ما شفتش ولا هشوف حاجه في قوه وجمال كورس الوان سليم. قبل ما نشوف الحالات تعالوا نشوف ام خديجه. يا ام خديجه ازيك؟ يا أمو خديجة دكتور حنان ازيك؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ أخبارك ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. فرحينا، هما بيقولوا لي في الكنترول انك خدتي كورس الوان سليم وخسيتي؟ اه الحمد لله نزلت عليه. طب قولي لنا بقى خسيتي وقت، خسيتي كام كيلو معاه في وقت قد ايه؟ في أقل من شهرين 25. ما شاء الله، أنت كنت واخدة الكورس المكثف طبعا. اه كنت بستعمل كورس المكثف. خطير يا جماعه، شفتوا يا جماعه النتيجه في اقل من شهرين نزلت 25 كيلو، ده اللي انا بقول لكم عليه. طيب انت كنت وزنك قد ايه يا ام خديجه؟ كان 95. 95؟ اه. بقيتي كام دلوقتي؟
انا دلوقتي 74 75 كده يعني. ما شاء الله ما شاء الله، برافو عليكي برافو عليكي. انت بتهيألي انت خلاص كده وصلتي الوزن المثالي ولا لسه مكمله؟ انا النهارده كانت اخر كورس، كان اخر كبسوله في علبه الوان فيت. الحمد لله. لسه بقى هتاخدي الوان بيرفكت بقى الشهر الثالث؟ ما هو انا كده خلاص خلصت، ما عادش عندي علب تاني خالص. يعني خلصتي كمان الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء؟ ايوه. انا نسيت كده. انا انتي اللي انت طولك قد ايه؟ انت طولك قد ايه دلوقتي؟ طولك قد ايه يا ام خديجه؟ انا 175. 175. طب ما انت حلوه اهو، انت خلاص مش عايزه حاجه تاني. انت طولك 175 ودلوقتي بقيتي 74 كيلو. انت كده ايديال ويت، انت كده وزن مثالي. انا والله كنت بفكر اصلا بحاول انزل حتى الخمسة كيلو دول كمان يعني، او الاربعة كيلو الفاضلين. لا لا بس مش عارفه يعني، مش محتاجه يعني، لسه مش عارفه هاخد الخطوه منين يعني، لان زي ما كلمت حضرتك انا النهارده لسه اخر كبسوله يعني. خليكي كده، انا عايزاكي تثبتي على الوزن ده يا ام خديجه، مش محتاجه تاخدي حاجه تاني. انت كده يعني وزنك كده مثالي تمام زي الفل. مش عايزاكي بقى تلخبطي في الاكل. احنا كده وصلنا مع بعض زي ما بنقول كده البر الامان، وصلنا كده للوزن المثالي. كل اللي هطلبه منك بقى في الحمد لله، كل اللي هطلبه منك في الفتره اللي جايه، مش عايزه في ناس كتيره يا ام خديجه تقول لك ده انا وصلت للوزن المثالي، انا اكل بقى براحتي، اكل زي ما انا عايزه، اكل مش هزيد في الوزن. لا، خلي بالك من اكلك يا ام خديجه. ما ينفعش ان انا ما دام وصلت الوزن المثالي افتري في الاكل. هتاكلي كل حاجه زي ما عودناكي في الثلاث شهور اللي فاتوا، بس بكميات اقل، وتخلي بالك من الاكل بتاعك بس كده. تمام ماشي. بشكرك يا ام خديجه. كنتي بتتابعي مع مين بس من الفريق الطبي؟ مع دكتور كاميليا. مع دكتور كاميليا قمر طبعا. حبيبتنا واشطر من اشطر الدكاتره الموجوده. لا كانت كويسه جدا، وبيردوا عليا في اي وقت، حتى لو هي الرقم بتاعها يعني خلاص المواعيد بتاعتها خلصت، لا بالشفت اللي بعد كده كانوا بيردوا ويتابعوا معايا، مش يقولوا لي لا استني لتاني يوم لما تيجي الدكتور اللي انت تابعه معاها. الحمد لله. لا يعني لله. كان كله بصراحه عامل تغطيه شامله يعني. الحمد لله. طب قولي لنا، كان في عندك اي اثار جانبيه مع خسسانك معانا 25 كيلو؟ لا يا الحمد لله. الحمد لله لحد النهارده انا ما حسيتش باي اعراض خالص، وشعري حتى كان بيقع يعني الحمد لله مع الموضوع دوت، ما تاثرش يعني. طب الحمد لله. حسيت ان هو بقى حتى قل، ما يمكن بقى بسبب الفيتامين د. لسه كان قبل بالظبط كده، لسه قبل مكالمتك كنت بكلمه مع الوان بيرفكت انه بيعالج التساقط وبيحسن الشعر، وانه كمان مع فيتامين د طبعا. كان بجد هو كورس جميل جدا جدا. شكرا. وحلو يعني، وبيجيب نتيجه. ممكن ان اللي هياخده طبعا لان اللي بياخده بيبقى شرحته عاليه زي كده في الاول، ممكن يعني ايه هيبدا يحس ان الاكل اتظبط معاه بعد يعني ممكن هنقول اربع ايام هيبدا يحس ان لا بعد اربع ايام. ده تحفه، ده خطير. بعد اربع ايام انك تخسي دي معجزه. يعني لا كمان انا بدات احس بعد اربع ايام الاكل خلاص ان انا مش عايزه الاكل بقى يعني، بقيت انا الاقي نفسي ايه لا حاجه بسيطه وارجع ورا خلاص شكرا انا كده تمام. الحمد لله الحمد لله. والله فرحتينا يا ام خديجه، وسلمي لنا على خديجه اللي بتعيط جنبك. ماشي يا حبيبتي. شكرا حبيبتي، شكرا، ميرسي قوي يا ام خديجه. طيب عايزه برضو اوري لحضراتكم يا جماعه الحالات بتاعتنا اللي خست مع كورس الوان سليم. زي ما انتم شايفين يا جماعه الحالات هتتعرض الصور، انا عايزه برضو اقول لكم العروض. كل الصور اللي هتتعرض قدام حضراتكم هي خست على كورس الوان سليم بمتابعه الفريق الطبي، بمتابعه دكاتره الفريق الطبي. معانا طبعا استاذه ناهد نزلت 25 كيلو في 3 شهور، كانت بتتابع مع دكتوره نهى من الفريق الطبي. وخلوا بالكم ال 25 كيلو نزلتهم في 3 شهور كان الكورس العادي مش المكثف. المكثف هينزلك اكتر، هيخسسك اكتر. المكثف دلوقتي موجود، كان ايام مدام ناهد ما كانش موجود. دلوقتي الكورس المكثف هينزلك على الاقل في الشهر الواحد من 15 ل 20 كيلو. الكورس المكثف النهارده عليه خصم تحفه، عليه خصم 60% لأول 100 متصل على الأرقام اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة. طيب الكورس عبارة عن إيه؟ عبارة عن علبتين من الوان فيت، علبتين من الأحمر، علبة من الوان سليم، علبة من الأبيض اللي أنتوا بتحبوها طبعا، وعلبة كمان من الوان بيرفكت. إحنا كده بنتكلم في أربع منتجات، وبتاخدوا هديتين، كريم شد الترهلات، بناخد كمان الهدية التانية اللي هي كبسولات فيتامين د، والهدية التالتة متابعة مع الفريق الطبي مرة كل أسبوع مجانا، والهدية الرابعة الشحن والتوصيل النهاردة مجانا لأي مكان في مصر. كمان معانا معاكم يا جماعة الصور، بقية الصور
يلا بينا. اه معانا استاذ ايهاب نزل 20 كيلو في شهرين، كان برضو على الكورس اللي هو كورس الشهرين اللي كان عباره عن كبسولات الوان سليم وكبسولات الوان فيت. نزل 20 كيلو في شهرين مع دكتور طارق من الفريق الطبي. كورس الشهرين عليه النهارده خصم 40% وبتاخدوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. معانا كمان الحاله اللي بعد كده. اه مدام هاجر نزلت 18 كيلو في شهرين، الزياده ال 20 كيلو اللي زادتهم مدام هاجر كان نتيجه للولاده، فبعد الولاده كلمتنا وقدرت تخسسها دكتور كاميليا من الفريق الطبي 18 كيلو يا جماعه في شهرين، وهي ماشيه دلوقتي في التثبيت في الشهر الثالث. طيب عايزه برضو اكلم حضراتكم على ان احنا معانا الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، تقدروا تكلمونا في اي وقت. عندكم 6 ارقام كل رقم عليه واتساب، لو لقيتوا الارقام مشغوله تقدروا من خلال الواتساب تبعتوا كمان وهنكلمكم على طول. وكمان صفحات الفيسبوك اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، صفحه وان سليم وصفحه وان دايت وصفحه البرنامج كمان جو هيلثي. كمان يا جماعه النهارده في عروض حلوه وقويه جدا بس لأول 100 متصل، يعني بعد المتصل المية للأسف هيطلع الكورس بسعره الأساسي. فإن شاء الله كل اللي عايز يخس، كل اللي عايز يحافظ على شعره، يحافظ على بشرته، يحافظ على المناعة بتاعتنا، تقدروا دلوقتي تتكلموا من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة وتحصلوا على الكورس بالعروض. طيب عايزه برضو اقول لحضراتكم ان احنا معانا عرض حلو جدا اللي هو كورس الصيف، دي بقى للبنات اللي عايزه تهتم بصحه شعرها وصحه بشرتها وجسمها، الاثنين في واحد. كورس الصيف ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيرم سو كير. السيرم ده يا جماعه تحفه، كل اللي جربه، انا جربته عن تجربه شخصيه كمان، انتوا طبعا بتثقوا في رايي، فعايزه اقول لكم ان سو كير تحفه، من اجمل السيرم لعلاج مشاكل الشعر، علاج مشاكل التساقط، علاج بيطول الشعر، كمان بيتقل الشعر. الناس اللي عندها فراغات في فروه راسها بيقدر سيرم كير ينبت الشعر في الفراغات. فسيرم سو كير تحفه، تقدروا ان انتوا دلوقتي تطلبوه من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. كمان سيرم سو كير بقى كورس الصيف منزل كمان فازلين، طبعا فازلين مش هتكلم عليه، هو بيتكلم عن نفسه. فازلين يا جماعه لعلاج جميع مشاكل الجلد او البشره. الفازلين لوشن، فازلين ده لوشن مرطب للجسم كله، مليان كولاجين، مليان فيتامين اي، بيدي نضاره وحيويه وبيشد الجلد، تحفه. كورس الصيف عباره عن لوشن فازلين مع سيرم سو كير، الاثنين مع بعض يا جماعه بخصم 50%. ومش بس كده، انا بديكم كمان هديه فيتامين، كبسولات الفيتامين هديه مع الكورس. فالكورس رائع برضو، تقدروا تطلبوه من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. كمان يا جماعه عايزه اقول لكم الناس اللي عندها نحافه جديده او الناس اللي عايزه تزيد في الوزن، تقدروا دلوقتي تزيدوا في الوزن بمنتهى الصحه. ابعدوا بقى عن اي حد يا جماعه يقول لك كلي مفتقه، كلي حلويات، كلي شوكولاتات عشان تتخني، الكلام ده غلط خالص، هيديكي مشاكل بعد كده كبيره جدا، من اهمها السكر والضغط. فاهم حاجه ان انا اتخن بشكل صحي. طب ازاي هتخن بشكل صحي؟ بكورس الاركس جين اللي بيزود يا جماعه الوزن. كورس الاركس جين رائع رائع في زياده الوزن من 8 ل 10 كيلو في الشهر الواحد، عليه النهارده عرض تحفه، بتاخدوا علبتين بخصم 50% وتاخدوا كمان العلبه الثالثه هديه. كمان بيكون معاكم متابعه مجانيه مع الدكاتره مره كل اسبوع مجانا. الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه دي ارقام الدكاتره، تقدروا تكلموهم، صوروا الارقام وكلموهم في اي وقت، هم متواجدين 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. نفس الارقام عليها واتساب، تقدروا من خلال الواتساب كمان تبعتوا للدكاتره. واعتقد ان احنا كده غطينا كل حاجه، يعني اللي عنده مشاكل في السمنه، اللي عايز يخس تقدروا تكلموا الدكاترة هيخسسوكوا، اللي عايز يزيد في الوزن برضو تكلموا الدكاترة هيخسسوكوا. طبعا اللي عايزة تهتم بصحة شعرها وصحة بشرتها طبعا برضو هتقدروا تكلموا الفريق الطبي وهيعالج كل المشاكل اللي بتعانوا منها. وللأسف دايما الوقت الحلو بيعدي بسرعة جدا، فحلقتنا خلصت، ولكن إن شاء الله أشوفكوا بكرة في أحسن صحة وفي أحسن حال. دمتم في أمان الله.